بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. ورجعت ريما لعادتها القديمة. أي والله، وسبحان الله في طبعك يا زيزو يا ابن أم زيزو. أنا قلت والله يا جماعة جايز يعني زمن عبد عزيز يتغير بعد شهر رمضان والعيد والصلاة والصوم والسبحة اللي في إيده، لكن أبدا زيزو رجع تاني يا جماعة، ينكفني ويعذبني ويطلع عيني أكتر من الأول. وللأسف كان حظي السيء إن أول واحد أشوفه في الشغل بعد اللي عمله معايا طول أيام الأجازة. إيه في يا عمورة؟ ألا مالك يا عم؟ أنا سامع صوتك وأنا في الأسانسير. مالك أخوي؟ تصدق بقى إن أنا بحسبك بتتكلم مع حد من الزملاء، بترجع بتكلم نفسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم في إيه؟ قول لي بس مين مزعلك وانا بهدلهولك. اه والله بهدله حتى لو هو مين، ده انت اخويا وحبيبي من ايام فيصل عموره. انت يا سيدي اللي مزعلني ومضايقني وخانقني كمان. يا راجل حرام عليك، انا ما ارتحتش ولا عرفت انام في الاجازه بسببك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زيزو يا ابن ام زيزو. ليه كده بس يا عم عمرو؟ ايه اللي حصل بس؟ كفل الشر. ايه هو الكحك بتاعنا مش جالك على البيت؟ يبقى تلاقيه ما عجبكش. ده حته معاه برادي وصيت نسألك، هو الكحك عجبك ولا لا؟ وعلى فكرة بقى، هما كانوا علبتين، واحدة بالعجمية وواحدة سادة، والسكر على جنب كده عشان لو حد في البيت عندكم يعني عنده السكر لا قدر الله. وبعت لك على البيت كمان يا سيدي. وصلت والله يا عبد العزيز، ولما كلمتني 10 مرات في العيد قلت لك شكرا ألف شكر، وخليت المدام تكلم أم عبرادي وتشكرها، وخليت الولاد عندي واحد واحد يكلموا المدام بتاعتك يشكروها على الكحك والبسكويت والغريبة. مش معقولة كده يا عبد العزيز، لكل نص ساعة يا أخي كنت بتكلمني تتأكد إن كحك أم عبرادي وصل وإنه كان حلو وعظيم وما حصلش. مش معقولة بقى كمان يبقى كحك العيد بتاعكم هو حديث الشغل وحديث المدينة يا عبد عزيز؟ فيها ايه بس يا اخي لما اتاكد؟ الله، ده بدل ما تشكرني اني مهتم وعايز اعرف اذا كان كحكين عجبك ولا لا. ده عاده عموره، عاده ربنا ما يقطعها. وبعدين يا سيدي، ما احنا بنبعت لكم الكحك كل سنه، اشمعنى يعني السنه دي زعلت؟ وما زعلتش ليه في شم النسيم اللي فات لما بعت لك من الفسيخ الهايل اللي انا كنت جايبه من نبروه، ولا المانجا العويس اللي اديت لك منها كرتونه بحالها الصيف اللي فات؟ مش فاهم بس انت اتقنصت المره دي ليه؟ والله العظيم تلاقي الكحك بتاعنا ما عجبكوش. عجبنا والله عجبنا يا سيدي، بس حرام يا عبد عزيز، دي الشركه كلها بتسالني على الكحك بتاعكم، وقريبه ام عبد الرادي بقت منشطه الاهرام يا زيزو، وبسكويت العيد بقى خبر في السي ان ان يا زيزو. فيها ايه يا عم عمرو؟ واما بنعمه ربك فحدث يا اخي. مش فاهم يعني لما كحك ام عبد الرادي تتكلم عنه الشركه ولا صيته يوصل للسي ان ان حتى؟ ايه اللي زعلك في كده؟ ده بدل ما تفرح يا اخي ان كحك فيصل والطلبيه وصل للعالميه. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.